الخبر هو اللي عدنا عن عمر ابو الرب والتهجم اللي تعرض له بالنسبه للاشخاص اللي يسألون عن السبب فهو تهجم على قمر طاي وصار يتهمها انه هي قاعده تكذب فنزل هذا المقطع اللي كان يضحك بيه ويهبد بيه نور ستار وقمر الطايف ويقول هما قاعدين يكذبون بالعناوين وهذا الشي غلط تحتكم لقطات. قمر هي اللي بتطلع مع نور مر عمرها 15 طبعا لحد هسه ما حد يعرف انه هذا مقلب غير اصبر اصبر مقلب ليش هيك اعطى انه شيء كثير كاجوال طول الفيديو عادي انه عم تعزم الناس خطبتها بعدين اه ما حد بيعرف انه مقلب الا طبعا هو صار مثل مقلب اصدقائي بنفس الوقت مقلب بيكم اي يعني يعني <applause> ما كذبت هيك يعني لا اقول لكم خطبت كيف ما كذبتك وات وات باي عالم مش كذب ما, تصدقوا كل شيء بتشوفوه على النت حزين شيء سعيد ما بصير تكذب على الناس فيه او حتى مقلب او شيء هيك بحس هيك تلعب بعواطف الناس صراحه بوجهه نظري انا اشوف اليوتيوبر يتعب الساعات كلش طويله بالمونتاج فبالحق انه يكتب عنوان قوي او يجذب مشاهدات بالنهايه اليوتيوب اصلا كل سيء وما انه يجيب مردود قوي يعني الصراحه فهي وجهه نظري اكتب لنا بالكومنتات يا حبايب شو رايكم هل انتم يا عمرو ابو الرب او يا قمر الطائي ننتقل حاليا لاحمد ابو رب يا حبايب نزل شويه ستوريات بهذه الستوريات يا حبايب كان يقول بيها انه كل كوبي رايت من حسين الجسمي اليوم يوم الخطوبه مالتي يا حبايب يقول هو نوعا ما حزين ونوعا ما انغدر فصار نزل شويه ستوريات عن غدر الصديق يا حبايب طبعا هو كبريت رايت انه شخص ياخذ الفلوس مالته فهذا صوره تنزلها على غدر الصديق يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الشيء وبالنسبه للاشخاص اللي يحبون احمد ابو ربي يا حبايب روحوا اكتبو لحسين جسمي انه يشيل كوبي انا احمد ابو الرب وبس اكتبوا لي بالكومنتات شو بعض الخبر روح حاليا باريس في شيميا حبايب التقاهم ويا فريق نورمار طبعا هو عباره عن عيد ميلاد هذا الشخص اللي هو اسمه النجار فهذا ابن نادي حبايب التقوا ويا بعض بنغلب بلاحظ من نظرات بعض انهم ماكو اي شيء مشكله بيناتهم وصراحه ما ادري اكتبوا بالكومنتات هل تتمنون انهم يرجعون لبعض ويصورون مثل قبل او لا ننتقل حاليا يا حبايب الدايلر وصول حساب بالتيك توك ل 2 مليون متابع فان الف الف مبروك اخبار 10 مليون يا رب وطبعا يا حبايب لا تبارك كله بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي ننتقل حاليا للتهجم يا حبايب تعرضت لمريانا بعد ما نزلت هذا التيك توك شويه من الملابس طالعه يا حبايب نسوي قاعده ترقص وكانت بان الساعه 3 الفجر فكل عادي يا حبايب جاها شويه كومنتات قاعدين ينتقدوها ويتهجموا عليها على ملابسها لها انت مسلمه استير نفسك فاكتب لنا بالكومنتات هل تعتقد هذا تعرضت له او لا ننتقل حاليا يا ابو فله يا حبايب بالبث المباشر الرهيب اللي راح يسويه بهذا البث المباشر راح يجمع 10 مليون دولار يا حبايب عمود يساعد 100 الف عائله صراحه شيء كلش نفتخر به احنا كعرب ليش قاعد يسوي ابو فلي اكتب بالكومنتات شركم بهذا البث مباشر راح يفتح اليوم ويجمع 10 مليون ننتقل حاليا السفر اليوتيوبر يا حبايب اللي هو غيث مروان اللي نزل هذا الستوري دي يقول بي انه هو راح يسافر ان شاء الله بيوم 25 بالشهر وطبعاً طبعا من وين انه راح يسافر راح تقوم مقاطع شوفوها ان شاء الله حيكون في سفره قبل 25 شهر فمن هون لوقتها حنقضيها نبعد <applause> <applause> تفادي بالاضافه انه محمد كريم يا حبايب هو ما راح يسافر فنزل شويه ستوريات يقول بها انه هو راح يسافر المنطقه الثانيه تقريبا 18 ساعه ويقول لكم اشياء حلوه راح تصير هناك راح اعطيكم الستوريات شوفوها الشغله الثانيه بحال الله بحال الله بحال الله متوكلين انا ومصطفى كنا متوقعين نطلع بس وحدنا يعني ده نروح لغير مدينه بعيده بعد من هنا 18 ساعه تمام بشغله كلش حلوه بس للاسف ما يقدر يجي واحد ما يقدر يجي وحده ف مرته وابنه بويها راح <applause> 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 ان اميره يا حبا سوت شيء كلش غريب اللي هو هذا الستوري حط بي اغنيه رومانسيه وكتب عليها تعرف انه انا حيل عشقك اذا ما عندك خبر هل يا ترى هي تقصد محمد كريم او تقصد حبيبها الجديد اذا صار عندها حبيب ما ادري اكتب لي بالكومنتات توقعاتكم ننتقل حالي لمفاجأة اليوتيوبر اول شيء, شيء تنزل هذا الستوري دي يقول بي انه هذا الفيديو راح ينزل على اليوتيوب وكانت بيسان غرقانه هو لازم ايد وحده وبيسان كاتبه هذا اخر فيديو ويا انس في الصراحة غريب الموضوع احلى ما راح تكون ما ادري صراحه من راح ينزل فيديو اليوم يا حبايب متحمسين الا وعلى سيرة الاعتزال يا حبايب محمد مارها من ذا سويت ادي حمس بيها على المقطع اللي راح ينزل اتوقع راح يكون عباره عن مقلب يقول هو راح يعتزل وكذا كذا بس اتوقع عباره عن مقلب راح ينزل قريبا بعتزل من كل الفريق وبعتزل من اخوي نور وبعتزل من من كل شيء من, من, الكون كله لانه هذا تصوير اليوتيوب اربعة جاي راح تعرفهم كل شيء بقناه انور ان شاء الله وبس انا اسف حياتك انا اسف يلا وبالختام على الريدر يا حبايب الصورة اللي نزلها هي القطة مع زوزي يا حبايب اللي هي قطة من خبر الطائف كان كاتب عليها شوك تنسى هو الخطوبة فطبعا هو يقصد القطة اوكي بالختام يا حبايب هذا الخمس تعليقات اسف أه يا حبايب أنه ما قدرت أحطكم اياها لانه اللابتوب من منتج خرب ف لكن رغم هذا ما حبيت اقطع عليكم نزلت فاتمنى تدعموا زر المقطع باللايك وتقدرون التعب وبس احبكم هاي التعليقات الخمسة مع السلامة